بسم الله يا سيدي. مبدئيا خلينا بقى نراجع الكلام اللي احنا قلناه بشكل اكثر تحديدا. احنا بنتكلم على ال MCI TB سيرفر ادمنستريتور، تمام؟ الكورس ده زي ما انت عارف ان هو عبارة عن 3 تراكات، تمام؟ التراك الاولاني بيبقى اسمه انفراستراكشر، والتراك ده اللي بيأهلك للامتحان الدولي بتاعه اللي هو 70 400. الانفو كام؟ 411، لا ده حاجة تانية، 642، 642 ده الانفرا. احنا بنتكلم دلوقتي بالنسبة لكام؟ ل 2000 وايه؟ و8. وثمانين. فده الامتحان بتاع 2008، كويس؟ طبعا القصة دي احنا اتكلمنا فيها. ماشي تمام. الكورس التاني كورس الاكتف، تمام؟ كورس الاكتف اللي هو امتحانه 2008 2640، تمام؟ في الامتحانات تبع شركة بروميتريك هتلاقي ان الاكتف قبل الانفرا، لكن في المكات الكتب اللي مايكروسوفت بتنزلها يبقى الانفرا قبل الاكتف. يعني لو انت شفنا ارقام الكتب بتاعت مايكروسوفت تلاقي ان الانفرا 64 21 21، الاكتف 25، واخد بالك؟ فبيبقى الايه الانفرا قبل الاكتف. دي بتفرق في ايه؟ بعض الناس لما بيجي تشتغل وتشرح بتشرح الاكتف قبل الانفرا، بعض الناس بتشرح الانفرا قبل الاكتف، تمام؟ الاثنين بيبقى فيهم مشاكل، لكن من وجهة نظر هو ده الكلام اللي مايكروسوفت منزلاه، ان الانفرا قبل الاكتف هو ده الاصل، كويس؟ يعني المشكله بتحصل فين؟ المشكله بتحصل ان الانفراستراكشر دي هي عباره عن شويه تولز وشويه سيرفيسز انت بتسطبها على الجهاز، تمام؟ في البيئه بتاعه ويندوز سيرفر 2008، وتبدا تتعلم ازاي تكونفيجر السيرفيس دي، ازاي تمانج الشغل من خلال السيرفيس دي، وهكذا، تمام كده؟ البيئه اللي السيرفيس دي هتنزل وتشتغل فيها بيئه الدومين، تمام؟ بيئه الدومين اساسا انت ما بتدرسش تفاصيلها الا في كورس الاكتف، حلو الكلام؟ وبناء عليه هتبقى انت شغال كسيرفيس في الانفراستراكشر في بيئه بالنسبه لك مجهوله، حلو الكلام؟ طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بقى تركيبه الدنيا ببعضها، وده اللي عملوه فعلا في كورس ال 2012 اللي هو الجديد. هناخد من الاكتف ازاي نعمل دومين، يبقى كده اصبحت البيئه بتاعتنا فاهمين جت منين واشتغلت ازاي، وهنقوم داخلين وشغالين على السيرفيس بتاعت الانفراستراكشر مخلصينها، وبعد ما نخلص الانفرا ان شاء الله هناخد بقى الاكتف بالتفاصيل بتاعته. لكن عشان تاخد الاكتف قبل الانفرا ده بتبقى غلطه كبيره الناس بتقع فيها وبتعملها، كويس؟ ده الكورس الثاني عندنا، والاكتف عباره عن جزئين، اكتف كسيرفيس، السيرفيس بتاعت الاكتف دايركتري دومين، تمام؟ وحاجه ثانيه اسمها ايدنتي اكتف دايركتري، يبقى فيها حوالي اربع خدمات كده مهمين برضو هتدرسهم، حاجه اسمها سيرتيفيكت، حاجه اسمها اي دي ان ار، المهم كويس كده؟ ده الاكتف، وفي الايدنتي تبعه. يعني ده عباره عن كتابين اللي هو الاكتف نفسه والايدنتي بتاعه. الكورس الثالث هو عباره عن كورس مراجعه على الاثنين اللي فوق دول، اسمه بلاننج، ما فيهوش جديد، حاجات بسيطه جدا 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 جدا. يعني شوف كان رقم 600 و 646 تقريبا، على ما اذكر كان 646، ده البلاننج، كويس؟ ده كورس الايه؟ ده كورس الانفرا، يعني الكورس اللي مسيط بالسيرفر، يعني الشغل عندك كله كورس انفرا وكورس اكتف، وهما الاثنين دول اصلا عصب الاي تي. يعني احنا لما كنا بندرس ايام ال 2003 2003 كان ام سي اس اي وام سي اس اي، كويس؟ واحد بيطلع لك مدير، والتاني بيطلع لك مهندس، وفي فرق، يعني في فرق اما تبقى انت ادمنستريتور سيرفر ادمنستريتور، وفي فرق من سيستمز ادمنستريتور سيستمز انجينير. انت هنا دارس انفرا بس، ما تعرفش حاجه عن الفروع، ما تعرفش حاجه لما يبقى عندنا الشركه ولها فرع في ايطاليا وفرع هنا وعاملين هنا دومين، وهنا دومين ابن ليه، وهنا مش عارف ايه، الفروع دي كلها توصل مع بعضها وتشتغل ازاي، ما تعرفهاش انت مش تبعك دي، ما تفهمهاش. قاعدة البيانات بتاعت الاكتف متكونة من ايه وماشية ازاي، وازاي بتريبليكيت مع اللي حواليك، ما تفهمش ايه دي، ما انتش فاهمها خالص. ده يفهمها مين؟ المهندس، كويس؟ لانه ده اللي بيدرس الاكتف.
فكان الادمنستريتور بيدرس الانفرا، لان كان يقول لك الادمنستريتور ده اللي بيشتغل الشغل بتاعه داي باي داي كده، يوم بيوم، كل يوم بيمانج الشغل بتاعه، عنده باك اب بيدرسها، عنده يوزرز بيكريتهم بيتعامل معاهم، عنده مش عارف ايه الكلام ده كله، شغل ايه، عنده دي ان اس فيه مشاكل، عنده اتش سي هيوزع اي بيهات، عنده الحاجات دي، عنده دبليو اس اس بيابديت الاجهزه، الانفرا كل ده شغل ده الانفرا. شغل الانفرا. حلو كلام. ماشي. والشغل ده انت بتواجهه في الشركات وفي الشغل بتاعك الريال كل يوم، فبيقولوا ده مدير سيستمز ادمنستريتور. تمام. تمام. هنرقيك بقى وتطلع انت تتعامل بقى مع المستوى الفروع، ولما تحصل مشكله ما بين الفرع ده والفرع ده تعرف انت تخلصها، والناس اللي انت يبقى تدرس اكتف، يبقى انت كده بقيت سي اي سيستمز انجينير. قام جاي لك بقى في 2008 في السيرفر ادمنستريتور، وقام جايب لك الاثنين، الاثنين جاب لك الانفرا من هنا وجاب لك والاكتف. الاكتف من هنا، اللي هو عصب كورس الام سي اس اي وعصب كورس الام سي اس اي، وقام مدهم لك الاثنين. حلو الكلام. و2012. عم بتعمل ده 2008، طب و2012 هو نفس القصه بس اكثر تأييفا من 2008. تأييفا. يعني متأيف، يعني متأيف شويه، يعني هنا في 2012 اختصار وخدوا الحاجات اللي هي حلو، يعني هو نفس القصه انفرا واكتف. تمام. بس مديك شويه حاجات كده برتبه لك بشكل كويس، ما شويه تولز زياده، لكن هو هتلاقي نفس الكلام. تمام. الكورس ده انت بتدرسه انت كده مسكت عصب الاي تي، تقدر تنزل تشتغل مدير، تشتغل مهندس، تشتغل تكنيكال، تعمل اللي انت عايز تعمله. الكورس اللي انت بتدرسه حاليا ده. تمام. الحاجات اللي ما بتدرسهاش في الكورس ده ايه؟ والحاجات دي اصلا هو هنا يقول لك ايه المفروض يكون دي متطلبات للي يدرس الكورس ده. يقول لك اللي يدرس الكورس ده مهم يكون دارس كورس فاهم فيه ازاي ويندوز سيرفر بيشتغل، الشغل العادي خالص بتاعه، فاندمنتال كده بتاعت ويندوز سيرفر 2008، اللي هي تاخد لك من اول تسطيب الويندوز مرورا بتقسيم الهارد من جوه ديسك مانجمنت، مرورا على الدرايفرز اللي بتتعامل معاها ديفايس مانجرز، مرورا على البروفايلز الاكونتس اللي بتتعامل بيها، مرورا على مش عارف ايه ايه شويه حاجات كده. ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي ازاي بيئه الويندوز ايه سيرفر نفسه، السيرفر بيشتغل. بيئه ويندوز سيرفر زي ما كان في 2003. بيدرس لك الكورس الثاني في الاس اي، كورس اسمه سيرفر 2008، تدرس فيه السيرفر نفسه كويندوز، كويندوز من غير حاجه، ما فيش حاجه متعلقه بيه، لا هو كايه كويندوز كده. طيب دي نقطه. النقطه الثانيه، ما فيش عندك هنا كورس كلاينت، يعني ما فيش كورس اكس بي 2003، ما فيش كورس ويندوز 7، ده في الاعلى من ده اللي هو الانتربرايز ادمنستريتور. يعني يعتبر الفرق الرئيسي الجوهري ما بين سيرفر ادمنستريتور ام سايت بي وام سايت بي انتربرايز ادمنستريتور هو الكورس اللي اسمه ويندوز 7، ده ويندوز كلاينت، تفهم فيه نفس حاجات برضه زي اللي انا بقولها لك دي، ازاي ويندوز الكلاينت ده بيشتغل. بس طبعا مش ده بشكل متقدم، يعني مش هتاخد انت الشغل بتاع اللي هو الكام الفاضل اللي انت اللي بيدرسوه في اي مكان ده ب 15 جنيه ولا 45 جنيه مش عارف ايه، اللي هو بيقول لك كورس ويندوز في 10 ساعات ولا 15 ساعه، لا ده يبقى كورس محترم بشكل مكثف بتفهم فيه تفاصيل معينه في الكورس. مهم. يبقى احنا دلوقتي عندنا اساسيات ويندوز سيرفر كويندوز دي مهمه، عندنا كورس الكلاينت مهم. انا بكلم دلوقتي على واحد هينزل بيئه عمل يشتغل، بيئه العمل هتشتغل، انت هتنزل تشتغل، هتتعامل مع بيئه ويندوز سيرفر، وانت كراجل نتورك ادمنستريتور هتتعامل مع الانفرا ومع الاكتف. تمام. لكن الكلاينت بتوعك شغالين على الاجهزه بتاعتهم على كلاينت ويندوز 7، ممكن تلاقي ناس شغاله على اكس بي، ناس على 8 متقدمه شويه، مش دي الويندوز الايه الكلاينت. فهي مطلوب برضه انك تكون ايه فاهم، تكون فاهم اللي عندهم ايه، لما تحصل لهم مشكله ما ينفعش تقف، لا حل لهم مشكلتهم هم. حلو الكلام. ده بالنسبه لايه للاوبريتنج سيستمز، على الحاجات دي انت كده مسكت الايه الشغل التكنيكال، بالاضافه لبعض السيرفرات المنفصله عن الكورس بتاعنا ولكنها موجوده في بيئه العمل. فبناء عليه لما تبقى انت ناوي تنزل بيئه العمل وتشتغل هيبقى محتاج تاخد فكره عن الكورسات دي، تبقى محتاج تدرس الكورسات دي حاجات بقى منفصله. تمام. زي من الكورسات المشهوره خالص في السوق عندك كورس اسمه اكستشينج سيرفر، ده هي نفس القصه برضه، سوفت وير بتجيبه وتسطبه على جهاز عليه ويندوز سيرفر، اصبح الجهاز ده اسمه اكستشينج سيرفر. بيعمل ايه؟ ده اللي بيمانج قصه الايميلات على مستوى الشركه، وبيعمل لهم بقى انبوكس للناس، والناس تحط ايميلاتها والناس تبعت لها عن داخلي، يعني كانك بتعمل ياهو بس مش فين، مش عند ياهو، لا ده ياهو بتاعك انت، بحيث يبقى اكثر ايه اكثر سكيورا. الكلام ده كورس اسمه اكستشينج سيرفر، طبعا في منه 2007
ده كان ايام زمان خالص. تطور الموضوع بقى في اكسشينج 2010 موجود وشغال في السوق لسه حاليا. قاري وظيفه في قطر، عايزين واحد سينيور يعني خبير في الاكتف دايركتور 2008 لسه والله حالا يعني، واكسشينج 2010. الجديد في اكسشينج، اكسشينج 2013 يعني، في 2010 وفي 2013 بس ده لسه جديد، حاجه طازه خالص يعني. تمام، ده الاكسشينج. فبناء عليه لو انت هتدور مثلا، يعني افتح لك السكك دي كلها تمام، يبقى انا بدور مثلا على اكسشينج 2010 ادرسه اشوفه عامل ايه اخباره ايه. في كورس تاني اسمه تي ام جي، اللي هو لو انت كنت تسمع عن ايزا سيرفر، ده التطوير بتاعه بتاع 2010، هو ايزا بس 2010 سموه تي ام جي، بس مش فاكر الايزا فور فرونت. الايزا ده كان جهاز بالناس ده سوفت وير اسمه ايزا على ويندوز سيرفر برضه، فالجهاز ده اصبح اسمه ايزا ايه سيرفر. خلي بالك معلومه بقولها لك ديت، اي جهاز ويندوز سيرفر بتنزل عليه خدمه هيبدا يقدمها للناس ويدير بها الشغل بيسمى باسم الخدمه بتاعته. فالجهاز بتاعنا احنا جبناه نزلنا عليه خدمه اسمها اكستشينج، اصبح الجهاز ده اسمه سيرفر. الجهاز ده نزلنا عليه خدمه الايزا اصبح اسمه الايزا سيرفر. الله ينور عليك، دي قاعده بقى ثابته على مدار الشغل بتاعنا كله يعني. بناء عليه ممكن اجي اقول لك ايه الجهاز بتاعنا ده هو شغال كام سيرفر، تقول لي والله ده احنا منزلين عليه خدمه الدي ان اس، فبالتالي هو شغال دي ان اس سيرفر. منزلين عليه خدمه الدي اتش سي بي، وبالتالي هو دي اتش سي بي سيرفر. منزلين عليه خدمه البرنت، وبالتالي هو برنت سيرفر. منزلين عليه خدمه وهكذا. حلو الكلام. فالجهاز بننزل عليه خدمه تي ام جي او الايزا القديم بقى، الايزا 2006 والجديد تي ام جي 2010، وبنربطه الجهاز ده بكارتين لان، كارت يوصل بالانترنت وكارت يوصل بالسويتش الرئيسي بتاع الشركه، يبقى الشركه كلها باجهزتها بالشبكه كامله على جنب داخليه والانترنت على الناحيه الثانيه. وبناء عليه بنعمل نظام كده ان اللي جوه وعايز يطلع الانترنت لازم يمر على التي ام جي، واللي داخل لازم يمر على التي ام جي. طب التي ام جي هيعمل ايه؟ التي ام جي بقى جواها فلاتر انت مظبطها ومجهزها، الفلاتر ديت بتسكيور لك الكونكشنز ما بين الاثنين، اللي طالع طالع رايح فين، فتقدر تربطه. اقدر امنع مواقع معينه، اقدر امنع امتدادات اكستنشنز معينه تعدي الامتدادات اللي بشك فيها بتجيب فيروس مش عارف ايه، زي الاي اكس اي والباتشات والسكريبتات والحاجات دي كلها، دي بتعمل مشاكل، ممنوع تعدي اصلا. تمام، توقف الداونلود، تعدي مش عارف ايه، تطلع ناس على المواقع الشات ما تطلعهمش على مواقع الجيمز، انت حر بقى تعمل اللي انت عايزه. بتقدر تتحكم في العمليه دي من خلال كورس الايه؟ من خلال سيرفر تي ام جي. كويس، ده كورس منفصل برضه اهو. حلو الكلام. في برضه كورس في السوق برضه موجود اسمه شير بوينت، ده برضه كورس زي الكورسات اللي موجوده ديت. اللي بكلمك انا فيه ده كله دي كورسات منفصله موجوده في الايه؟ في السوق. بس مهم موجوده في سوق العمل. لما تيجي تشوف مثلا طلبه يقول لك مثلا عايزين واحد يكون واحد شغال سيرتيفايد معتمد ام اس اي تي بي سيرفر ادمنستريتور اند مثلا تي ام جي مثلا، شغال تي ام جي ليه؟ اصل الشركه دي هي ما دام شركه وفيها شبكه وفيها عمليه اداره يبقى لازم تكون واخد الكورس ده وش كده، اللي هو كورس ام اس اي تي بي خلاص. وعلشان هم مشغلين سيرفر تي ام جي بيسكيور الكونكشنز ما بين الانترنت وبين شبكتهم الداخليه، يبقى محتاجه تكون ايه؟ تي ام جي. تي ام جي. حلو الكلام؟ كويس كده؟ وفي بقى لو هم شغالين مثلا بقواعد بيانات وعندهم قاعده بيانات مهمه، محتاج برضو تعرف ازاي بتدير قاعده البيانات، ازاي تبعت لها فايلز وتاخد منها داتا وهكذا، بتحتاج انك تدرس كورس اللي هو السيكوال ادمنستريشن. سيكوال ادمنستريشن تبع اوراكل ولا تبع تبع اوراكل ولا تبع مايكروسوفت؟ لا سيكوال لا مايكروسوفت يا عم والله ما درستوش. لا سيكوال اس كيو ال مايكروسوفت. السيكوال فيه نوعين، في نوع اداره ادمنستريشن، وفي نوع تاني بتاع المبرمجين اللي يخصهم بتاع البرمجه. ده لو احنا هنتعامل مع داتا بيز قاعده بيانات كبيره بنتعامل مع ده ادمنستريشن. كويس. دي كورسات، الكورسات دي مش شرط تلاقيها يعني، الشهاده دي لازم تكون معاك خلصانين. البيئه دي وده زي الدراسه دي لازم، مفيش مكان هتروحه شغال في شبكه وفي اداره الا ما يكون بيشتغل، لازم مفيش كلام تاني. تمام. حلو الكلام. دول قد تكون الشركه شغاله بده فهيبقوا محتاجين ده، قد تكون شغاله بده فيبقوا محتاجين، قد تكون شغاله بده وده فمحتاجين الاثنين، قد تكون مش شغاله اصلا بدون خالص وشغاله مفيش اي مشكله.
بس دول مكملين، دول مكملين ومهمين، دول ممكن ومهمين. اعرفهم لوحدي اه ما هو باشمهندس بقى بعد هيبقى بقى الكلام ايه بقى؟ بعد تقول دول لي طب يعني. واحنا الحاجات دي احنا لو هنضيف عليهم مثلا ويندوز 7 مثلا اللي احنا اتكلمنا عليه، حلو الكلام بيعتبرنا كورس كلاينت يعني تمام. طيب الحاجات ديت مش موجوده في التراك بتاعنا، في الشهاده اللي احنا بندرسها، كورس احنا بندرسه. طب الحاجات دي هنضطر ان احنا ناخدها ككورس، وارد يعني هيبقى لها سكتين. في مثلا بعض الشركات، مثلا بعض الشركات موجوده يقول لك والله احنا عاملين باكج بندرس فيه اكسشينج وتي ام جي وشير بوينت مع بعض لمده كذا ساعه، الباكج دي بقد كده مثلا يعني، حلو الكلام. وارد ممكن ادخل اخد الباكج دي معاهم لو معايا وقت، حلو الكلام. ما فيش الكلام ده وعايز امشي اسافر، وارد جدا مفيش اي مشكله، هقوم منزل كورس الاكسشينج سيرفر معايا فيديوهاته، كورس التي ام جي معايا فيديوهاته، معايا كورس الشير بوينت بس مش مشهور قوي او ملوش فيديوهات قد كده، المهم يعني واخد بالك، منزل كورس الويندوز 7 خلاص تمام كده. تبدا بقى تظبط امورك وتدرسه. انت لما تدرس معايا شهاده ديت انت هتلاقي الترس دار منك تمام واشتغل وبقيت عارف الدنيا فيها ايه، يعني اصبح سهل خالص. زي بالظبط ما هتخلص ده، ولو بعد فتره مثلا لقيت نفسك عايز تابجريد نفسك ل 2012، لان الشركه هتابجريد شغلها ل 2012، سهل خلاص مفيش اي مشكله. هتقوم نازل كورس الابجريدنج بتاع 2010 بتاع 2012 شايفه كده ومذاكره زي الفل، خلاص خلصت. وهتبقى دي حياتك بعد كده، ان انت بتابجريد نفسك بنفسك مع نفسك. طيب انت رايك ابدا في الامتحانات امتى بتاعت ال 2012؟ دي استنى شويه دي ولا اصبر شويه، ولكن في الاول وفي الاخر مش هتبقى متعلقه بحاجه، وحالا هتعرف الكلام ده يعني. حالا حالا انا هوري لك الامر بشكل واضح جدا بشكل عملي، ان هو مش متعلق باي حاجه تمام كده. خلاص كده انا شخصيا انا دارس ده، بدرسه اللي هو تي ام جي، وده طبعا ده معايا من زمان يعني مفيش مشكله. بس كنت بصراحه خلاص الاكسشينج برضو، ان كنت بفكر انزل فعلا الشركات وكده، بس لسه ما نزلت كورسات 2013 بس لسه ما خلصتش. والحاجات دي ان شاء الله انا هديها لك كفيديوهات معاك يعني، حلو كده. انت هنا كده، وبرضه هتبقى تفكرني بالكورس ده هتاخده برضه. يبقى انت معاك الايه، معاك الماتيريال دي كامله كده وخلاص. طبعا لما احنا بنتكلم عن الكورس، قصه الاعتماد، احنا قلنا خلاص 2008 وقف خلاص تمام، وبناء عليه هناخد اعلى اعتماد في 2012 عشان نبقى فكنا ايه وريحنا دماغنا. ما تقعدش توجع دماغك بقى بعد كده تاخد مش عارف ايه وبعد كده تاخد، لا احنا هناخد كورس 70 410 الامتحان، و 411 الامتحان، و 12 13 و 13 و 14 14 2 4 5 كده خلصنا. شهادة اسمها ام سي السي اي سوليوشن اكسبيرت، خبير حلول ولا يهمك تمام، 2012 طبعا. حلو الكلام. عشان اخلص لك القصه ديت، بالنسبه لقصه الامتحانات واحنا اتفقنا من زمان ان هي ملهاش علاقه باي حاجه، ولكن تعالى نشوف الدنيا بتمشي ازاي. احنا مثلا يا سيدي نوينا نخش امتحان 70 410، عندنا انترنت ولا ما عندناش؟ عندنا انترنت، نعرف موقع اسمه اكزام كوليكشن. لا اكزام كوليكشن، اه اكزام كوليكشن، في ايه، في امتحانات او نماذج امتحانات او ضمبات لكل الشركات اللي بتنزل امتحانات. احنا بنتكلم على مين؟ مايكروسوفت اهي. يجيب لك هنا الامتحانات طبعا بالارقام، كل امتحانات مين؟ مايكروسوفت. انت عايز تمتحن ايه؟ 70 410. انا عايز امتحن والله 70 410 اهو، اللي هو بتاع انستولنج اند كونفيجرنج ويندوز سيرفر 2012. اه هو ده. يلا ايه اللي قدامك ده؟ دي كلها نماذج
الامتحان 70 410. حلو الكلام. النماذج دي طبعا بتبدأ بأسئلة قليلة، 76 سؤال ترفع معاك شوية، 90 سؤال ترفع حبة، 118 وهكذا. هو ايه اللي بيحصل؟ الناس بتاخد النموذج مثلا ده، واحد دخل امتحان ونزل النموذج الاولاني ده 76 سؤال، الامتحان بقى حوالي مثلا 50 سؤال، رينج كده 50. حلو الكلام. ال 76 جاب لك منهم 40 45 وجه 5 من بره. حلو الكلام. كل واحد جاله 5 من بره، لكن بتنجح لان النجاح في الامتحان بتاع مايكروسوفت من 70%، يعني لازم تجيب 700 من 1000. يعني لما تحسبها تلاقي مسموح لك بتاع حوالي 10 ولا اكتر سؤال تغلط فيهم، مفيش مشكله يعني. حلو الكلام. فتلاقي هنا مثلا الامتحان ده فيه 5 اسئله، فتلاقي الزيادات عماله بتزود كل شويه، كل شويه يزود لك يزود لك يزود لك يزود لك لغايه ما بتوصل، يعني واصله هنا لغايه دلوقتي لسه داخل اهوت 174 سالب من 300 ده. حلو الكلام. طب احنا بناء بنشتغل على اساس ايه؟ والله اللي احنا بنشتغل على اساسه، انت بتشتغل على اساس البوستد حاجه جديده. حلو الكلام. وفي نفس الوقت الناس اللي مصوته ومتكلمه عليه قايله لنا ظروفه ايه. يعني انا شايف هنا مثلا في واحد في 133، بس ده 400. لا ده كتير. اولها بص له في واحد 37 اهو 174، نشوف الناس بتقول عليه ايه. بتقوم داخل على الامتحان وتقرا كلام الناس، الراجل ده يقول لك ليه كده، يقول لك فين وقع الكلام ده. طبعا ايه يعني انت لما تيجي تدخل تخش هنا وتبدا تشوف الناس بتتكلم بتقول ايه، لان كلام الناس هو اللي بناء عليه هذاكر النموذج ده ولا مش هذاكره. حلو الكلام. الكلام عليه مش حلو. انا كنت داخل ايام ما كنت داخل بال 76 وكان عامل معايا احلى شغل. في واحد اهو 116 68 ده رادت امتى؟ 12 سبتمبر. يعني امتى؟ 12 سبتمبر. الواد ابن الذين كاتب في كله، لازم يعني يسد نفس العالم كده. المهم هو كاتب في كله سبتمبر اللي هو كام؟ سبتمبر اللي هو النهارده 12. 12 يعني ده داخل، ده كان رده النهارده 12 ازاي؟ 10 سبتمبر. الراجل ده جاب 984 والامتحان من 1000. الكلام ده امتى؟ 9 مش سبتمبر اللي هو احنا النهارده 12 اصلا. ماشي ماشي. الراجل ده كام؟ 9 سبتمبر يعني من يومين اهو. تمام. جاب كام؟ جاب 984. طيب الراجل ده بيقول لك 30% بس، جاب 921، جاب 952. طبعا 900 دي يعني حاجات عالية خالص، يعني بيقول لك في تقريبا زي 15 سؤال جديد. ده مصر اهو، واخد بالك؟ ارجع ورا، تعال نشوف الكبير ده، نشوف 22 ده بيقول ايه. الراجل ده جاب 600. لا وقع ده، ده قال لك لا ده مش متاح تطلع منه. هو افضل واحد اللي هو بتاع ستان. شوف بقى كده جاب 700. كام ده النهاردة؟ حلو الكلام. الراجل ده قال لك والاسئله بتعتمد على الحفظ اكتر ولا انا اقول لك ده جاب 715. طيب ساعتها لما نيجي احنا نخش الامتحان هندخل نشوف الدنيا فيها ايه. يعني ساعتها لما نيجي احنا نخش الامتحان مش بندخل كده وخلاص، احنا بندخل نشوف الناس بتقول ايه، وفي الاخر بنجمع راي الناس حوالين الضمب المتاح اللي هو شغال. الناس كلها بتقول ان الراجل ده تمام مفهوش جديد كتير. تمام. وبنبدا ننزله. هننزل الامتحان اهو، يعني دخلت على الامتحان ده مثلا، اي امتحان ايا كان، دخلت على الامتحان ده وقمت مدونه من هنا. حلو الكلام. بعد ما دونت الامتحان بقى اما الامتحان موجود عندي. ادي ام سي سي 2012، ادي الامتحانات بتاعتنا. تمام. ادي الامتحانات بتاعتنا اهي، ادي 410. تمام كده. في برنامج بيشغل الامتحان بتاعتك اسمه فيجوال سيرت اكزام. تمام.
بيشغلها لك بالظبط زي اللي هناك. هو اصلا الفايلز مش هتفتح الا بيه. حلو الكلام. فالامتحان ده بتاخده وتسطبه برنامج عادي خالص ما فيهوش اي حاجه. لما بتسطب بيعمل لك الشكل الامتحان بالمنظر ده. بتقول لك يعني مفيش مشكله موجود يعني. طيب شغل الامتحان يا سيدي، ادي البرنامج بتاعنا، افتح كده هات لي 76 سؤال بيجن. اللي قدامك ده ده الامتحان. حلو الكلام. يعني الامتحان بيجي لك بيبقى طبعا في اكتر من شكل السؤال، من ضمن اشكال السؤال الشكل اللي قدامك ده، نجيب لك سؤال وتختار انت الايقونه اللي انت عايزها. تمام كده. وفي تاني وده معظم ان هو بيجيب لك ام سي كيو كده، ده معظم الاسئله بتبقى كده يعني، كان 90 او اكتر من 90% بتبقى كده. في اسئله تانيه اللي هي بتبقى عباره عن حاجات زي ايه، دراج اند دروب، تسحب وتحط. مش هبدا هتلاقي فيه ولا لا، اهو تسحب من هنا وتحط هنا وترتب ترتيب فوق بعض. حلو الكلام. ايا كان انت سيادتك عندك حاجه اسمها شو انسر. شو انسر اهو، عرفت انا الثلاثه دول الحل، ان الثلاثه دول بيجوا فوق بعضهم كده. تمام كده. الحل هنا الاجابه اللي هنا رقم هي دي اللي فات دول اساينمنت. اللي بيحصل ايه؟ زي ما انا قلت لك قبل كده، ان الاصل ان الامتحانات دهيت دي نازله تعتمد ان انت راجل شغال في السوق بقالك سنتين، وبناء عليه تلاقي معظم الشغل اللي هنا بيكلمك فيه الشبكه، الشبكه دي بتحتوي على مش عارف ايه، وانت واقف. طب الحل يبقى ايه؟ طب افضل حل، طب اسرع حل، وهكذا. فبناء على المفروض الاصل انك بتاخدها بخبرتك وتحل الايه؟ تجاوب الامتحان. ولكن المشكله عندك انت اصلا مش هتدخل المكان تشتغل الا بالايه؟ بالشهاده. وبناء عليه انت تحاول في ناس بتعمل ايه؟ يعني مثلا بعد ما اخد كورس الانفرا مثلا اجيب امتحان الانفرا، بس برضه هتضطر انك تحفظ الامتحانات. تمام. تعرف السؤال كويس وبتعرف الاجابه، بحيث لما تدخل ما تضيعش وقت. هيجي لك في الامتحان بعض الاسئله الجديده، هتبدا بقى بناء على معلوماتك في الانفرا. وعشان كده دي احيانا بتبقى ميزه انك تخش الامتحان بعد ما ورا الكورسات، بحيث انت لما تيجي جديد تعرف ايه تتعامل معاه. لكن ده لا يغنيك ان انت تكون مذاكر الامتحان كويس جدا 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 ومخلص الامتحان، ولما بتقول له اند اكزام وتقول له يس تلاقي نفسك جايب 1000 من 1000. يبقى انت كده الضمب اللي معاك انت كده في دماغك، تدخل الامتحان تلاقي منه 50 سؤال فيهم جديد هتعرف تمشي فيهم، والتانيين ان شاء الله يعدوك. ان شاء الله. كويس. ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه لقصه الامتحانات. فبناء عليه بقى انت وتفكيرك يعني، والله لو انت عايز تخش الامتحان من غير ما تخلص دي ما فيهاش مشكله، هنشوف الضمب اللي الناس بتتكلم عليه كويس ونبدا نخش الضمبات المتاحه. الضمبات اللي عليها مشاكل والامتحانات اللي عليها مشاكل والكلام فيها مشاكل بنركنها شويه. يعني امتحان 414 ده ركناه فتره قبل كده، لان ما كانش حد نزل، كل اللي كان نزل النماذج كانت فيها مشاكل، الناس بتخش بتقع بيها تقع بيها تقع بيها. تمام. لغايه ما بدا يستقر الناس دخلت معديه فيه. فاللي عليه مشاكل بنسيبه شويه وبنخش التاني. بتفرق ولا بتفرق في اي حاجه؟ انا دخلت 11 12 وبعدين قعدت شهر وبعدين دخلت 10 ولا اي حاجه. تمام كويس كده. ده بالنسبه لقصه الايه؟ ده بالنسبه لقصه الامتحانات. انتهينا كده. تمام. الكورس بتاعنا عندنا هنا، الكورس بتاعنا اهوت ام اس اي تي بي سيرفر ادمنستريتور. اللي قدامك دي الكتب بتاعتك، ادي الانفرا، ده الكتاب، وده ملخص الكتاب كعناوين باوربوينت كده. يعني لو دخلت اول باوربوينت هتلاقي عندك 14 باوربوينت، لان كورس الانفرا 14 موديول. اول باوربوينت ديت باوربوينت تعريفيه، حاجه سريعه سريعه كده يعني. تمام. شوية تعريفات كده نتعرف سوا، مش عارف وايه الماتيريال اللي بتدرسها اللي المفروض تكون انت مذاكره عشان تخش على الكورس بتاعنا اللي هو الانفراستراكشر. الكورس بتاعنا هو رقمه 64 21 بي. كويس. المفروض تكون مذاكر فاندمنتال اوف ويندوز سيرفر 2000 وايه 8. دي اللي انا بقول لك عليها، اللي انا هنا هكفرها لك يعني. احنا شغالين
الكلام ده بيأهلك لامتحان 70642، الامتحان ده اللي هو الانفرا ايه؟ انفراستراكشر. حلو الكلام؟ طيب دي الموديولز بتاعتك اللي هتدرسها. كام موديول يا عم؟ 14 موديول، زي 14 فصل كده. اول موديول بيكلمك عن اي بي فيرجن 4 وازاي بيشتغل، بعد كده اتش بي دي ان اس وهكذا وانت شغال زي ما هنشوف. تمام؟ ده الايه؟ ده الموديولات بتاعتك. ماشي. 14 موديول، الموديول بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه اختصارات، عناوين، انما الكتاب اللي انا وريته لك قبل كده اللي هو الهاند بوك دوت، ده اللي فيه التفاصيل بقى. تمام. حلو الكلام؟ ده الانفرا، الاكتف بتاعك قلت لك عباره عن جزئين، ادي الاكتف كسيرفيس وحاجه ثانيه اسمها ايدنتيتي اكتف دايركتري. تمام. الاثنين دولت تبع الاكتف. يعني الاثنين دول بيدخلوك امتحان 640 2008 ايام ما كان شغال. الاخير ده هو البلاننج اللي بقول لك عنه، هو ايه؟ عباره عن حاجه زي المراجعه كده. تمام ماشي. كويس. ده الايه؟ ده الكورس بتاعنا. يبقى انت اللي انت هتاخده من هتاخد من الماتيريال دي اللي هي الكتب، وعندنا بقى حاجات ثانيه. يعني عندنا تولز. ايه التولز ديت؟ دي معظم البرامج وفيها بعض الفايلز اللي احنا هنتعامل معاها في الكورس بتاعنا على مدار الكورس كله. تمام. كويس؟ دي هتاخدها عندك. دي فيها هتلاقي فيها ال VMware اللي احنا اشتغل عليه الشغل الوهمي اللي هو الاجهزه الوهميه. تمام. هتلاقيه موجود هنا، هتلاقي عليها هنا اللودر اللي بياكتف ويندوز. هو انا لازم انزل ويندوز 8 عشان؟ لا لا، ما هو انا شغال ويندوز 7 هنا. تمام. حلو الكلام؟ ماشي. وبعدين دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا لما بننزل البرنامج الوهمي، الويندوز اللي هنشغله على البرنامج الوهمي ملوش اي علاقه بالويندوز اللي شغال عندك. يعني انا مشغل عندي دلوقتي ويندوز 7، الجهاز الوهمي اللي اشتغل بيه يبقى ويندوز سيرفر 2008 ملوش اي علاقه. عندي ويندوز 8 وهمي، عندي ويندوز سيرفر 2012 وهمي ملوش اي علاقه. تمام. وده هنتكلم فيه. حلو الكلام. فتلاقي هنا معظم الايه؟ معظم الادوات اللي احنا هنتعامل معاها في الايه؟ في الكورس بتاعنا دي التولز. يبقى انت دول الاثنين مهمين بالنسبه لك. دول هتلاقي حجمهم جيجا ونص، مفيش حاجه يعني. حلو الكلام. طيب ايه تاني بنتكلم فيه؟ احنا بنتكلم برضو في عندنا حاجة اسمها ويندوز ايزوهات. هنا ايه الايزو دي؟ السيديهات اللي احنا نشتغل بيها. احنا محتاجين ويندوز سيرفر 2008، محتاجين ويندوز اكس بي، محتاجين ان احنا نعمل شغل مثلا يعني بسطوانة الهيرنز مثلا. الحاجات دي كلها بدل ما هنشتغل ريال وده وارد وممكن نستخدمه في اسطوانات وهمية، يعني ممكن ناخد نسخ. انت عارف النقطة دي ايه؟ ايزو ايمج. فانا عندي هنا نسخة ايزو لويندوز سيرفر 2008، عندي نسخة ايمج لويندوز 7 التيميت، عندي ويندوز 2012 لو انت احتاجته، عندي ويندوز 8 زي ما انت عايز. هتلاقي الايه؟ هتلاقي دي الاسطوانات الايزوهات اللي هنشتغل بيها على البرامج اللي بتصنع الاجهزة الايه؟ الاجهزة الوهمية. تمام. كويس كده؟ طيب يا سيدي، البرنامج الوهمي او الشغل الوهمي اللي عندنا انا عايزك تفهمه الاول قبل ما نبدا ايه؟ نخش في الكلام بتاعنا. شغل الفيرتشواليزيشن ده شغل العالم كله داخله بمنتهى القوه دلوقتي، لانه بيوفر حاجات كتير وبيساعد في حاجات كتير وبيسرع حاجات كتير في الشغل عندك. تمام. شغل الفيرتشواليزيشن ان يبقى عندك ماشين بكومبوننت فيزيكال عاديه خالص، هارد ورام بروسيسور مش عارف ايه، والماشينه دي تشتغل معاك في الشبكه كانها خمسه ماشينز، كانها ثلاثه، كانها اربعه، كانها. تمام. دي فكره الايه؟ الاجهزه الوهميه. تمام. مع بعض التفاصيل دي احنا بنستخدمها عندنا هنا في الشغل بتاعنا كتدريب. طبعا احنا في شبكات وعايزين اجهزه تخش على شبكه ومش عارف ايه، وهنعوز في لحظه معينه يكون عندنا خمس اجهزه شغالين قدامنا، فانا صعب بالنسبه لي ان انا ايه؟ اجيب الخمس ايه؟ اجهزه. خمس اجهزه، ولما احب حتى اسجل لك مش هعرف اسجل لك الشغل. فالاجهزه الوهميه بتفيدنا في قصه التريننج التدريب. تمام. النقطه الثانيه ان في الشركات اي شغل جديد لازم تعمل له تيست قبل ما ينزل البيئه الريال بتاعه الشركه. والتيست ده يبقى حاجه من اثنين، يا اما شركه محترمه معاها فلوس وتبقى عامله لك ريال لاب، اوضه كده فيها 5 6 7 10 اجهزه، تخش تطبق السيستم اللي انت جايبه جديد عليها قبل ما تنزله الايه؟ للاجهزه بتاعتك. اي حاجه جديده بتطبقها قبل ما تنزلها. تمام. الشغل اخباره ايه؟ تمام. يلا بقى ننزل بقى. حلو الكلام. وفي ناس على قد حالهم بيعملوا الكلام ده على بيئه فيرتشوال، يجيب لك الجهاز ويعمل لك شبكه جوه الجهاز، الشبكه دي على خمس ست اجهزه، نزل السيرفيس بتاعتك عنده وظبط امورك وشوف انت الدنيا هتعمل ايه. والاكشن اللي هيحصل في الفيرتشوال
environment هو نفسه اللي هيحصل في الريال انفايرمنت. ماشي مفيش يعني البيئة دي بتحاكي تماما البيئة الايه تمام الحقيقية. تمام كويس. البرامج او الشركات اللي بتستخدم او بتنزلك برامج تتعامل مع البيئات الوهمية ديت، في عندك طبعا مايكروسوفت، ودي بتنزلك قبل كده بنزلها حاجة اسمها مايكروسوفت فيرتشوال بي سي. ده كان برنامج تصنع بيه أجهزة وهمية، لكن صراحة كان فيه ضعف، كان فيه ضعف شديد جدا يعني. كان شغال وكان زي الفل وكده وخفيف وكل حاجة، بس كان فيه يعني مثلا ما كنتش اقدر من خلاله اعمل اكتر من سويتش بحيث ان انا اربط كذا جهاز مع بعض بشكل مستقل. تمام. لا هو زي ما تقول هو سويتش واحد الأجهزة كلها بتركب عليه، فما تقدرش تفصل الناس عن بعضها. يعني في بعض الحاجات اللي زي موضوع الراوتينج والحاجات دي قدام لما نيجي ندرسها هتعوز ان انت فعلا الجهاز ده يوصل مع الشبكة دي بكارت ويوصل مع الشبكة دي بكارت، فعاوز سويتش لدول وعاوز سويتش لدول. مفيش في الفيجوال بي سي بيعمل حاجة زي كده. تمام. هما طبعا طوروه ونزلوا بقى الجديد مع 2008 حاجة اسمها هايبر في. هايبر في ده بقى ده حاجة عالية خالص وحاجة زي الفل وحاجة محترمة جدا جدا جدا، وده فعلا اللي بيشتغلوا بيه دلوقتي، وده اللي الشغل بتاعه عملي في المنظر اللي بقول لك عليه، ان عندنا ماشين وبتشتغل اكتر من ماشين بتقدم خدمات للشبكه بتاعتنا او تمام. الشركه بتاعتنا بشكل ريال. وطبعا في بقى ايه، في اوبشنز كتير في الهايبر في ده. يعني من ضمن الاوبشنز ان في اوبشنز انك تقول له اول ما الماشينه الريال تستارت اب اعمل على طول تيرن اون للماشينه دي ودي ودي الفيرتشوال. يبقى معنى انك بتعمل ستارت اب للجهاز الريال كانك بتعمل لمين؟ للأجهزة كلها. الاجهزه قامت اللي هي عليه تمام. شغل الفيرتشوال. تمام. هايبر في عشان تشغله لازم يبقى الجهاز الديسك توب بتاعك او الجهاز اللي شغال بتاعك الريال يكون عليه ويندوز سيرفر 2008 و2012 متطابق، لان بينزل عليه. تمام. يعني ما ينفعش تنزل جهاز وهمي وتنزل لي عليه ويندوز سيرفر 2008 وعلى الجهاز الوهمي تشغل هايبر في وتشغل على الجهاز الوهمي اجهزه وهميه. ما ينفعش. عايز تشتغل بالهايبر في يبقى جهازك نفسه 2008 يشتغل ويندوز سيرفر وتشغل هايبر في عليه. حلو الكلام. طب دي شركة مين؟ ما يقامت جاي شركة تانية اسمها في ام وير، منزلة حاجة اسمها في ام وير. البرنامج بتاعها اسمه في ام وير، المنظر اللي قدامك دوت في ام وير ورك ستيشن، وفي منها انواع، في ورك ستيشن، في حاجة تانية كده. ده برنامج عادي جدا 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 بيتسطب بشكل طبيعي خالص. انا وريته لك في التولز البرنامج ده الفي ام وير دوت، ده برنامج احنا ايه شاورت لك عليه في التولز كده سريعا اهو، بيتسطب بشكل عادي جدا جدا جدا. ده الاصدار اللي هو 2000 اصدار 9، ده شغل اللي انا شغال بيه دلوقتي حالا. بعد ما يتسطب بتنزل لك الايه الشغل بتاع الايقونه بتاعته اللي هو ده، وده المنظر اللي اول ما بتفتح فيه بتلاقيه من غير اللي في الجنب ده، يعني ده مش موجود. حلو كلام. يبدأ يسألك بقى انت عايز تعمل ايه بالبرنامج ده. هل انت عايز تكريت ماشين جديدة، جهاز جديد؟ هل انت عايز تفتح ماشين وهمية موجودة بالفعل؟ طبعا خلي بالك ان احنا لما نكريت ماشين 2 3 4 والويندوز يضرب بتاع الجهاز الحقيقي ونشيل الويندوز وننزل ويندوز ايه جديد، اخبار الاجهزه الوهميه اللي احنا صنعناها ايه راح ليه موجوده زي ما هي. آه. ليه بقى؟ لان الجهاز بتاعك بيتعامل معاها كانها ملفات فايلز بالظبط. انا عندي اوفيس وعملت من خلاله ملفات وورد 1 2 تمام. 3 الويندوز جرى ملفات تمام موجود. طيب نزلنا ويندوز اروح افتح الملفات افتح طبعا لا ما لازم الاوفيس يعني. الله ينور عليك. يعني كل اللي لازم محتاج الورك في ام وير، برافو ورك عليك، ستيشن. محتاجين الفي ام ورك ستيشن، وبدل ما هنفتح ونقول له كرييت ا نيو هنقول له اب ان حاجات اوبن موجوده. فيرجوال ماشين. طب هو انا اصلا بستخدم الفيرجوال ماشين في ايه؟ يعني ايه اللي انا اهو بستخدم؟ بص ما انا قلت لك اهو، انا قلت لك ثلاث حاجات الى الان. الحاجه الاولانيه اللي انا قلت لك عليها دي هيبقى عندنا جهاز واحد، والجهاز ده شغال في الشركة بتاعتنا بدل خمس أجهزة. يبقى بدل ما كنت هشتري خمس أجهزة كل جهاز بدل بأربع. خمس أجهزة ازاي بقى؟ ما أنا أقول لك أهو، إحنا عندنا جهاز هيقدم خدمة التي إم جي، وعندنا جهاز هننزل عليه خدمة تمام الستيكو، وعندنا جهاز هننزل عليه تمام خدمة كذا واجهة. تمام فاهم القصة؟ طيب بناء عليه هنروح نشتري خمس أجهزة الجهاز بخمس تلاف. تمام
يبقى انت كده دخلتني في 20,000 ولا كام مثلا يعني. لا ده احنا هنجيب جهاز امكانياته محترمه وهارده كبير ورماته محترمه تمام ب 10,000، والجهاز ده هنخليه يأدي دور الخمسه. يعني ايه؟ يعني هنشغل عليه جهاز وهمي يشيل التي ام جي، وهنشغل عليه جهاز وهمي يشيل مش عارف ايه. بس انا بخش وخلي بالك ماشين الاجهزه ليرنينج. الوهميه، الاجهزه الوهميه بتتربط بسيتنجز معينه كده بالشبكه الريال، يبقى يتعامل كأنه جهاز وصل على السويتش. بس برضو انا لما اجي اشتغل بيمانج واحد بس، لا تشغل عليه يعني الخمسة يشتغلوا مع بعض. ما هو ده اللي احنا هنعمله وهنشوفه. تمام تشغل ده وتشغل ده وتشغل ده، الخمسة شغالين، تمام وانت اصلا تبقى ظابط اوبشن فيهم في الاجهزة دي، بتقول فيها لما الماشينة الحقيقية الريال تقوم وتشتغل شغلهم. شغلني. يبقى اول ما اشغل دول كأن انا شغلت الايه، تمام كأن انا شغلت خمس اجهزة. تمام طب ويأدوا فعلا، يأدوا مدى عادي جدا جدا في الشبكة بتاعتك. تمام ماشي تمام واضح الكلام؟ تمام ده ديت ده استخدام، ماشي تمام استخدام التاني التريننج اللي احنا بنعمله تمام حاليا، استخدام التالت التست. تمام حلو كده؟ طيب يبقى في الحالة واحنا عندنا ونزلنا الفي ام وير بعد ما سطبنا الويندوز الجديد، يبقى هقول له اوبن من غير كرييت بقى، مش هنشئ من جديد، ده هو اوبن وبشتغل حاجات جديده. كويس كده؟ خلي بالك الفيرتشواليزيشن دوت اصلا ده ليه كورس عند مايكروسوفت وليه شهاده، ليه اعتماد. وفي يعني انا شفت بعض اعلانات الوظائف بيبقى محتاجك كده وكاتبها لك في الوظيفه كده، انك تكون راجل فاهم الفيرتشواليزيشن يعني بيشتغل بيه، لازم تكون فاهمه وشغال ازاي وبيعمل ايه وطالع فين وجاي منين. وفكره الفيرتشواليزيشن واحده، سواء اشتغلت بالفي ام وير، اشتغلت بمايكروسوفت فيجوال بي سي، هايبر في، هي نفس الفكره تمام، ونفس الاعدادات اللي بتتاخد من جهازك ونفس الصله ما بين الفيرتشوال وما بين الجهاز الريال، هي نفس الكلام مع اختلاف الشكل. هايبر في مختلف شويتين، في بعض الاوبشنز الزياده، الفي ام وير فيه بعض الاوبشنز الزياده، لكن هو كله نفس الايه، نفس السيستم. وفي شركه يعني في شركه اسمها فيرتشوال بوكس، او اسمها تقريبا اسمها فيرتشوال بوكس، برضه بتعمل اجهزه وهميه حاجات زي كده. تمام طيب احنا في حالتنا احنا دلوقتي احنا لسه ما نعرفش اي حاجه، فبناء عليه احنا محتاجين نجهز جهاز وهمي عشان نعمل الشغل بتاعنا. ماشي احنا هنعوز في الشغل بتاعنا مبدئيا كده، احنا عايزين جهازين، عايزين جهاز هننزل عليه ويندوز سيرفر 2008، وهنعوز جهاز ننزل عليه ويندوز 7 عشان نبدا نشوف الشغل بتاعنا ماشي ازاي. فهقول له كريت نيو فيرتشوال ماشين، ويلكم ويلكم، تيبيكال كاستم، مش هتفرق، نيكست. يقول لي طيب مبدئيا كده الاوبريتنج سيستم اللي انت هتنزله للجهاز الوهمي، هو هنا بيدخلك حاجتين في بعضهم. انت في الوضع الريال بتروح تجمع الجهاز هارد رامات مش عارف ايه بروسيسور تجيب وتركبهم في بعض، واصبح الجهاز راكب اهو. الجهاز ده لو وصلته بالكهرباء، وصلته بالشاشه وعملت له تيرن اون، هيعمل ايه؟ تيرن اون وبعدين ولا حاجة، شاشة سمرة خلاص. سيستم مفيش موجود. اللي مطلوب منك ايه؟ سيستم تحطه له وخلاص، تقسم الهارد وتشتغل الاوبريتنج سيستم، وبعد كده تنزل الابلكيشنز بتاعتك وتعيش حياتك. تمام هو هنا نفس القصة، ممكن اعمل كده بالظبط، ولما يجي يقول لي مثلا الاوبريتنج سيستم اللي هتنزله اديني السي بتاعته، اقول له لا انا هنزل الاوبريتنج سيستم بعدين. وممكن اقول له دلوقتي يعني براحتك انت حر، ممكن تجمع وفي نفس الوقت بتنزل السيستم اول ما يخلص تجميع يعني. تمام وممكن لا تجمع، ولما تحب تنزل السيستم بعد كده بمزاجك خالص يبقى تنزل زي ما انت عايز. فزي ما انت عايز. يقول لك طب لو هتنزل السيستم هنستول السيستم منين؟ من الديسك، ويفتح لك الديسكات اللي هو حسها على الجهاز الريال. جهازي انا الريال عليه كام ديسك؟ 1 2. حلو الكلام. واحد بتاع الايزو، بتاع الحقيقي بتاعك. فيعني معنى كده ان انا ممكن يكون معايا السي دي الريال فعلا، اركبها في الدي في دي بتاعي، هو يحس بقى هنا او موقتها يبقى شغال بيها. تمام يبقى كده انا حطيت الدي في دي بتاعي مش للريال بقى، انا حاططه لمين؟ الوهم. الوهم واشتغل عادي مفيش مشكله. الحل التاني ان انت تستخدم ايمج فايل، ملف ايزو. انت عندك طبعا برامج كتير بتصنع لك ملف السي ديات وهميه، عندك برنامج اسمه فيرجوال سي دي، عندك برنامج اسمه الترا ايزو، عندك برنامج اسمه باور ايزو، ده اللي احنا بنشتغل بيه. تمام
باور ايزو، ملفات الايزو دي. فقالوا لا ده انا عندي اسطوانه الويندوز ايمج image. ايزو ايمج. يقول لي هي فين؟ اقول له والله اهي اكون انا مجهزها بقى انا مسبقا. بص يا سيدي انا عندي هنا فين الويندوز ايزو اهي، انا هنزل ايه سيرفر 2008 اهو. قال لي انا ديتكت الايه، انا حسيت بال 2008. حلو ماشي يا سيدي نيكست. يقول لي طيب ال 2008 في فيرجنز منه زي ال 2008 R2. ماشي ال R2 ده الاصدار اللي بعد ال 2008 وال 2008 وبعد كده عملوا واحد اسمه ريليز 2 شبه السيرفيس باك بس بشكل متقدم حبتين. 2008 2008 R2 ده الجديد وبعد كده في 2012. فبيقول لي انا حسيت باصدارات ال 2008 اهي، في اصدار اسمه داتا سنتر وفي اصدار اسمه انتربرايز وفي اصدار اسمه ستاندرد، وكل اصدار من دول فيه نسخه كور منه. النسخه الكور دي هندرسها في كورس الاكتف مش موضوعنا دلوقتي خالص. تمام الداتا سنتر الانتربرايز الستاندرد الكلام هنا بيتكلموا على الاصدارات ديت، قوه التعامل مع البروسيسورز ومع الرامات. تمام يعني الاصدار الداتا سنتر ده بتلاقيه اكبر اصدار يقابلك ضخم قوي، ده اللي بيستخدم حتى يقولوا لك كده ده بيستخدم في ال very large organization. كويس اللي تحت منه كان الانتربرايز ده اللي بيستخدم في الشركات المتوسطه الاقل ستاندرد. كويس تلاقي مثلا ده يقول لك ان الانتربرايز ده يمكنه التعامل مع 8 بروسيسورز منفصلين. تمام يعني تقدر تجيب البورده بتاعته كده فيها بيبقى فيها 8 اماكن تحط فيها 8 بروسيسورات. طبعا بيبقى السيرفرات لهم اجهزه مخصوص ماشي. باشكال مختلفه باشكال متنوعه. لو دخلت انت على جوجل في الايمج وقلت له سيرفرز هيجيب لك اشكال، في اشكال بتبقى اوض كده زي الدواليب. ماشي حلو الكلام. طيب اللي احنا بنشتغل بيه الطبيعي بنشتغل بالانتربرايز، هم هنا من تحت الاضعف فالاعلى فالاعلى. حلو الكلام. انتربرايز كور ولا عادي؟ احنا قلنا الكور ده مش هناخده دلوقتي. تمام الكور ده هناخده بعدين لكن سريعا خالص. الكور بيبقى هو الويندوز من غير انترفيسز. يعني ايه؟ يعني مفيش حاجه اسمها ديسكتوب، مفيش حاجه اسمها ستارت منيو، مفيش حاجه اسمها ويندو، مفيش حاجه اسمها ماي كمبيوتر، مفيش الكلام ده كله خالص. امال ايه يعني؟ ده ويندوز خفيف جدا 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 جدا، لما بيخلص تحميله وتفتح تلاقيه جايب لك شاشه سودا كده اسمها كوماند برومت. دي هي دي بس اللي موجوده. الله يعني ايه؟ من خلال دي اعمل بقى اللي انت عايزه، نزل سوفت وير معين، حط اي بي للجهاز، شغل الجهاز كخادم يقدم خدمه معينه عليه، شغل الدي ان اس عليه، شغل ايه ويعمل شغله كله. ايه المنظر ده؟ سيرفر خفيف جدا 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 وفي نفس الوقت سكيور جدا جدا جدا. لان اللي هيفتح السيرفر ده ويدخل جواه مش هيعرف حاجه، مفيش حاجه، ده بالكوماند كله اشتغل. حلو الكلام. فده هناخده قدام شويه وده هنفهم شغال ازاي. اللي الطبيعي بتاعنا الانتربرايز اللي هو الجي يو اي بقى، اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس قدامك وبتأدي الشغل بتاعك. هنقول له ده مثلا، يقول لي طيب احنا دلوقتي هنكريت اكونت اسمه مودو. الله هو جاب الاكونت ده منين؟ ما فيش، هو الفي ام وير شاف الاكونت اللي شغال على الجهاز الحقيقي فقال لك يبقى الراجل ده هو اللي عايز يشتغل على الجهاز الوهمي فانا هعمل له اكونت باسمه. تمام هنا بقى نقول نقطتين مهمين. النقطه الاولانيه الويندوز او الاوبريتنج سيستم بتاعك وهو بيتسطب بيكريت شويه حاجات من غير ما بيستاذنك. بيكريت حاجه اسمها اكونت وبيكريت حاجه اسمها جروبز. تمام الاكونت. وخلينا بقى احنا بنتكلم دلوقتي على ويندوز 7 و2008 واحنا طالعين بثورن ده اللي احنا بندرسه لان كان في بعض الخلافات بينهم من اكس بي وسيرفر 2003.
الاكس بي كان الاكونت الاوبريتنج سيستم لما بيتسطب الاكس بي ينزل لك اربع اكونت، يقفل ثلاثة ويشغل واحد. السيرفر فيه ثلاثة نفس النظام، ينزل لك ثلاثة يقفل اثنين ويشغل واحد. احنا بنتكلم دلوقتي على 7 وايه؟ و 2008، سيرفر 2008. ماشي. الـ 7 وسيرفر 2008 الويندوز هو بينزل بيسطب اثنين اكونت. واحد اسمه ادمنستريتور. ادمنستريتور. كويس، ده اكونت. ده حساب. تمام؟ وواحد اسمه جيست. تمام كده؟ طبعا الاكونت بيبقى عباره عن يوزر نيم وايه؟ الباسورد. حلو الكلام. هو اليوزر نيم ادمنستريتور والباسورد ولا اي حاجه. جيست الباسورد ولا اي حاجه، ده الديفولت عندنا. كويس؟ طيب وبيقوم عامل قصادهم مجموعه جروبز. الجروبز دي بيبقى حوالي 10 تقريبا. يهمنا فيهم تعرف سريعا كده مجموعتين. في مجموعه جروب اسمها ادمنستريتور. دي جروب. وفي جروب اسمها يوزرز. دي جروب. وفي جروبز تانية كتير. لو انا هتفرج عليهم بحيث الامر يكون متخيل بالنسبة لي، هقول مانج على اي اوبريتنج سيستم، تلاقي في المانج بتاعت الكمبيوتر لوكال يوزرز اند جروبز. لو دخلت عليها تلاقي فيها يوزرز اللي هم الاكونتس اللي عندك، وتلاقي فيه جروبز اللي عندك اللي ويندوز عاملها. كويس. اليوزرز الويندوز بيبقى عامل الاثنين دول، ادمنستريتور وجست. دي انا اللي عامله، او بمعنى ادق هو اللي اجبرني اعمله ونفهمها دي. تمام. الجروبز اللي عندنا انا بقول لك في جروب اسمها ادمنستريتورز خليك فاكرها، وفي جروب اسمها يوزرز، وفيه بينهم جروبز ثانيه. ايه فكرة الجروبز؟ اولا انت ما تقدرش تلوجن على الويندوز، وفي الحالة دي بنسميك بتفتح سيشن جلسة ليك. ما تقدرش تفتح سيشن الا باكاونت. والاكاونت اللي هتلوجن بيه او اللي هتفتح بيه سيشن لازم يكون ممبر في جروب من الجروبز اللي موجودة. الجروبز اللي موجودة مهمتها منح الصلاحيات. كلهم لهم نفس الصلاحيات؟ لا، ده صلاحيات مختلفة ومتعددة. أعلى صلاحية على الإطلاق الجروب اللي اسمه ادمنستريتورز، ده بيدي صلاحية اسمها فول أكسس، يعني وصول كامل أو فول كنترول، يعني تحكم كامل. يعني لما سيادتك تلوجن على الويندوز بي اكاونت موجود في الجروب اللي اسمها ادمنستريتورز، انت تقدر بالاكاونت ده تعمل ايه على الويندوز؟ كل حاجه انت عايزها. زي ايه يعني؟ يعني تقدر تسطب برامج زي ما انت عايز، تقدر تغير في اعدادات الجهاز، في الساعه، في الاي بي هات، في مش عارف ايه، تقدر تكريت اكاونتات اصلا. يعني تقدر تخش هنا كليك يمين نيو يوزر وتكريت اكونت جديد. تمام. تقدر تشيل اكونت من جروب تحطه في جروب تانية. كل كان ممكن هناخده بالتفصيل، بس انا دلوقتي انا بعمل لك انا ايوه هي دي، انا بفرش لك الليله. حلو الكلام. طيب باي ديفولت انت عندك اتنين اكونت وعندك شويه جروبز. باي ديفولت برضه بيقوم الويندوز ماسك الاكونت اللي اسمه ادمنستريتور ومدبسه في الجروب اللي اسمه ادمنستريتورز. حلو الكلام. طيب وبيبقى هو الوحيد، الكلام ده كله باي ايه؟ باي ديفولت اللي موجود في جروب ادمنستريتورز. وما بينفعش الاكونت اللي اسمه ادمنستريتور ابدا تطلعه من الجروب اللي اسمها ادمنستريتورز. في ويندوز 7 بيقوم عامل ديسيبل للاثنين زي ما انت شايف هنا كده. ده اللي انا شغال ده بدل وضع الديفولت ويندوز 7 بيقوم عامل ديسيبل الاثنين دول كده. ديسيبل ماشي. البلت ان اكونت دول ماشي، وبناء عليه مفيش اكونتات متاحه ان انا اشتغل لللوجن.
فبتيجي بعد ما تخلص تسطيب ويندوز 7 يجبرك غصب عنك انك تكريت اكونت. حلو. فتكريت سميته مود انا مثلا او اي حاجه، ويحط لك الاكونت ده باي ديفولت في جروب ادمنستريتورز. الجروب اللي انت ماشي، اللي هي الجروب اللي بتدي صلاحيه ايه الاكونت اللي انت عملته، اللي انت عملته. ليه الكلام ده؟ لان علشان تشتغل على الجهاز لازم على الاقل يبقى فيه اكونت انيبلد في جروب ادمنستريتورز. لازم. تمام. حلو الكلام. ماشي. في اكونت في جروب ادمنستريتورز اعمل بقى انت براحتك، اعمل اكونت من هنا للصبح، حط في يوزرز، حط هنا، حط هنا براحتك، بس لازم يكون عندي واحد على الاقل انيبلد في الجروب اللي اسمها ادمنستريتورز. الجروب اللي اسمها يوزرز ده بتدي حاجه اسمها ليميتد بيرميشنز، صلاحيات ايه؟ محدوده. يعني لا يقدر يسطب برامج، ممنوع. لا يقدر يغير اي بيهات، ممنوع. يغير الوقت ممنوع. يغير يكريت اكونت، يشيل يحط، ممنوع. يعمل اي حاجه، امال ايه؟ يتفرج، يشغل فيديوهات، يلعب جيم زي ما مش عارف، بس خلاص. لكن يعدل في اعدادات، في برامج، في بريت، مفيش كلام كله خالص. تمام. دي جروس ماهي يوسف. تمام. حلو الكلام. طيب هو كده معنى كده ان الصلاحيه عندي يا اما ادمنستريتور فل، يا اما ليميت، ما اقدرش اعمل حاجه. قال لك لا، في ما بينهم جروبز. الجروبز دي بتدي بقى حتت كده، يعني تلاقي عندك مثلا جروب اسمها باك اب اوبريتورز. هو مين؟ ايوه، مين يقدر يعمل باك اب؟ بيقدر يعمل باك اب الراجل اللي عنده صلاحيه الادمنستريتور اللي في جروب ادمنستريتورز. يوزرز يقدر؟ لا. طب اللي موجود في جروب باك اب اوبريتورز يقدر يباك اب. طيب يقدر يعمل اي حاجه تانية؟ لا. يعني اللي موجود في الباك اب اوبريتورز ده كانه يوزر بس يقدر يباك اب. عندي واحده اسمها نتورك كونفيجريشن اوبريتورز. ماشي. الراجل اللي هنا يقدر يحط اي بيهات، يعدل في جيت واي، يعني يلعب في اعدادات الايه، الشبكه، كونفيجريشن الشبكه النتورك، يقدر يعدل فيه. اي حاجه تانية ما يقدرش يعملها. تمام. تبقى دي صلاحيات ايه؟ محدوده. محدوده. خلي بالك انا هنا عمال اكلمك على الجهاز ده. تمام. احنا قدام شويه بقى، وده اللي احنا جايين ندرسه. احنا مش بنتكلم على مستوى جهاز، احنا قدام على مستوى ايه؟ شبكه بقى، وايا كان بقى، فاهم؟ مليون جهاز بقى، 10000 ايا كان. تمام. هتلاقي اتفضل اتفضل بعدين. لا اتفضل اتفضل. لا لا براحتك، مفيش اي مشكله. تمام كده. تمام. قدام هتلاقي بنتكلم نفس الكلام او قريب منه جدا جدا جدا، بس هنكبر بقى الموضوع شويتين. تمام. احنا كده هنبدا نتكلم على الناس اللي شغالين في الشبكه بتاعتنا. الناس دي صلاحيتهم ايه؟ صلاحيتهم زي ما انا عايز. يعني انت راجل شغال معايا في الاي تي، انا الاي تي مانجر، انا مدير الاي تي، وانت شغال معايا. تمام. وانا عايز افوضك تعمل نقطه 2 3 بس، مش عايز اديلك تحكم كامل على الشبكه كلها. ده انا هديلك بس صلاحيه تشتغل في شغلانتك، والتاني شغلانته، والتالت شغلانته. واحد فيك ويطلع من الشغلانه اللي هو محدده ليه، اللي هو واخد تفويض عليها صلاحيه عليها، عشان يعمل حاجه تانية لنفسه، مش قادر يعمل مش حاجه. مش انا بقى اللي بيحدد للناس. تمام. حلو الكلام. طيب كويس كده. تمام. ال7 قلنا بيديسيبل الاثنين اكونت، وبناء عليه بيجبرك تعمل اكونت انت تشتغل بيه. تمام. كويس. في ويندوز سيرفر، في ويندوز سيرفر بيشغل لك الادمنستريتور عادي، ويقفل لك الجست تحت التسجيل. ويقفل لك الجست. تمام. هو بي ريكومند يعني من عند مايكروسوفت، بتنصح ان انت ما تشتغلش بالادمنستريتور لاسباب هنعرفها قدام. تمام. يعني يفضل انك توقف الراجل ده وتشغل واحد تاني تشتغل بايه؟ باكونت تاني غير الادمنستريتور ده، يعني حاجات تخص الهاكرز والسكيورتي وكلام زي كده. تمام. هنفهمها قدام. وبناء عليه هو هنا بيقول لك والله انا هعمل لك دلوقتي اكونت تشتغل بيه، ها تحط له باسورد ايه؟ هو ده اللي عايزه. مش هحط عم انا باسورد خالص، حاجه اوبشنال، انت حر حط ما تحطش براحتك. هقول له انت، قال لي خلي بالك انت ما حطتليش الويندوز برودكت كي اللي هي اكتف الويندوز، ومعنى كده ان انت هتعوز تاكتفه بايدك مانيوالي بعد كده. هقول له يا عم ولا يهمك، ما انا اصلا معايا باتش، بقوم منزله على الويندوز لما يتسطب ومشغل الباتش، يوم ما اكتف الايه ماكتب الويندوز وخلصنا كده. طيب الفيرتشوال ماشين هتسميها ايه؟
والله اولا احنا تعال نحدد المكان اللي هنحطه فيها. احنا هنحط الفيرتشوال ماشين ديت على كمبيوتر على الاي، هنعمل لها فولدر، الفولدر ده هنسميه فيرتشوال ماشينز، وهنحطها جواه وهنسميها مؤقتا كده باسم السيرفر اللي عليه. قول لي اصبر، وانت دلوقتي حالا حطيت الماشين على ايه؟ في فولدر على الدي، على الاي، على الاي. حلو الكلام. طيب الهارد اللي انت هتعمله للجهاز الوهمي هنا بيقول لك كام؟ 40 جيجا. 40 جيجا بايت، نقبل ولا لا؟ هنا بيقول لك طريقه تخزين الملف، يعني هخزن لك الهارد كانه فايل واحد ولا فايلات كتير، تفرق في السرعه وحاجات زي كده، دي مش هتفرق معانا كتير يعني. لكن القصه هنا هتعمل حجم قد ايه؟ 40 ولا نعمله 80 ولا 110 ولا 160؟ ايه رايك؟ مش على حسب، على حسب ايه؟ على حسب الصلاحية أو الشغل بتاعه. ماشي كويس. لو هنزل عليه ويندوز 7 غير ما ويندوز اكس بي لا غير ويندوز سيرفر، على حسب كل واحد بيعوز حجم معين. ماشي، ايه تاني؟ هعمل بيه ايه نفسه، ازاي؟ يعني هيبقى اكسشينج سيرفر ايوه، يعني كل تمام سوفت وير بيعوز مساحه مساحة معينه، معينة فعايز حاجه تتناسب معاه، بس. صح؟ مفيش حته تانية مهمه، ازاي؟ مش انا حطيته على الدي، مش نعرف الدي فاضي قد ايه الايه او ماشي الايه تمام البارتيشن اللي هو هيبقى موجود عليه، مش هو هيبقى فيه مساحه فاضيه على قده. انا لو رحت دلوقتي على الجهاز بتاعي ده الاقي الايه عليه كام فاضي؟ 21 جيجا فاضي. يبقى ينفع اعمل الهارد 40؟ لا لا ينفع، وينفع تعمله 180 كمان، وزي ما انت عايز. ليه يا عم؟ ايه القصه؟ القصه كلها ان الويندوز بيتعامل مع الهارد هو فايل. يعني ايه؟ يعني انا لما اجي كده على ايه واعمل فايل، الفايل ده حجمه ايه؟ زيرو. طب الفايل ده ممكن في يوم يكون حجمه 20 جيجا؟ ايه المشكلة يعني؟ امتى؟ لما استخدمه بقى حط فيه. ممكن ب 40؟ ممكن. المشكلة يعني؟ حط فيه وهكذا. طيب هو هنا يقبل منك 40 جيجا؟ هو كفايل يقبل، لكن خلي بالك يا باشمهندس، ده هو هيوصل لغاية 21 ويقول لك ما عادش فيه ايه؟ ما عادش في مش مساحة مكان فاضية، مفيش مكان. ليه؟ أصل المكان اللي هو موجود عليه خلص، اللوكيشن بتاعه. هو بيتعامل كده بنفس الطريقة دي. هو هنا هيقول لك كمان، يقول لك ماشي مش مشكلة، وهينزل لك الهارد كأنه فايل كده حجم مش عارف كام ميجا ولا كام قد إيه، مفيش حاجة يعني. يبدأ يزيد معاك إمتى؟ تنزل عليه ويندوز ياخد الحجم اللي الويندوز بياخده، تنزل ملفات يفتح معاك يفتح معاك يفتح معاك لغاية ما يوصل لعند ال 21 ويقول لك خلاص. مين يقول لك خلاص؟ الجهاز الوهمي ولا الجهاز الحقيقي؟ لا الوهم الوهمي يبقى الحقيقي. لا انا مش الوهم ليه الوهمي؟ الوهمي بيقول لي انا حجم كام الهارد؟ 40. 40. يبقى ازاي لما يوصل 21 يقول لي خلاص؟ الوهم شغال، لكن الحقيقي اللي انت حطيت على الاي بتاعته تمام هي اللي خلصت. لو في حاجة مش واضحة رجعني وخل. لا تمام، هو انت ده تمام كده؟ انا فاهم ان يعني انت حضرتك بتفرد، فانا شغال معاك في الفرد ده يعني، تمام مش يعني؟ شغال معاك في الفرد لغاية ما الامور يعني ايه تستقر. لا دي لا، انا اقصد يعني لما بتكلم في نقطة معينة ما تعدها ما هو يعني، دي ماشي. واضحة؟ الايه اللي هو بتاع اللي هو بتاع الريال 21 خلصوا خلاص، انما الوهم انا قايله الوهم هيبقى كام؟ 40 جيجا الهارد بتاعك، تمام يشيل لغاية 40. حلو الكلام؟ والعكس كان ممكن الحقيقي، الهارد الحقيقي يكون البارتيشن اللي هو الاي يشيل 100 جيجا، فيه 100 فاضيين، الوهم انا عامله 40، وبالتالي هيفضل يشيل لغايه ما يوصل 40، يوم قايل لي فيه ما فيش مساحه. في الحاله دي مين اللي هيقول لي ما فيش مساحه؟ انت بتقول الحقيقي، انت بتقول الحقيقي. ركز معايا تاني، في حالتي دي مين اللي هيقول ما فيش مساحه؟ انت حضرتك بتقول الحقيقي، يعني الوهم قايل ان هو 40. انا عندي هنا يا باشا في حالتي دي زي ما انت بتقول كده صح، الوهم قال انا هارد كام؟ 40.
البارتيشن بتاع الحقيقي فيه فاضي كام؟ 20. او 20. ماشي، لما يوصل 20 هيقول مفيش مكان. مين اللي اتكلم؟ الحقيقة. حلو الكلام، انا عكستها لك بقى، قلت لك الحقيقي عنده مساحة فاضية 100 جيجا، يبقى معنى كده لما يوصل الحجم اللي هنا لغاية كام هيقف؟ لغاية 40. مين اللي هيقول لي مفيش مساحة؟ الوهم. خلصت زي الفل، تمام كده؟ هنقول له نيكست. يقول لي طيب دلوقتي ده الكلام اللي انت قلته، ولو انت محتاج تكستمايز الهاردوير قول لي. اقول له اه محتاج، محتاج افهم ايه الهاردوير بتاع الجهاز ده. قال لي والله احنا جمعنا لك رام وجبناها لك 1 جيجا الميموري، حلو ولا مش حلو؟ انت عايز تكبر ولا لا احنا عايزين نفهم نكبر ولا نصغر على نصغر؟ اساس على ايه اساس وبعد ايه؟ كده براحتنا. تمام. الرام هو الرام اصلا قد ايه اللي موجودة؟ 4 طب هو على اساس ايه بيحط 1؟ باي ديفولت من عنده. الرام بتأثر على السرعة ولا لأ؟ تمام. الاستجابة على السرعة ولا حاجات كتير، يعني كل ما الرام كانت كبيرة كل ما كان الاستجابة ايه؟ اسرع. أفضل وأسرع. بس في نقطة صغيرة، ايه هي؟ إن عندنا نظام الفيرتشوال ماشين الرام اللي بتحددها له أول ما الماشين دي تستارت أب، وطول ما هي ستارت أب الرامة بتاعتها مقصوصة من الريال رام. مش شغال عليه. اه يعني لو رماتك الحقيقية 4 وانت اخترت الفيرتشوال ماشين 1 جيجا، يبقى طول ما الماشين الفيرتشوال شغالة كأن رماتك الحقيقية خلصت، وبناء عليها انت بتعملها بقى بنسبة وتناسب ما بينهم وبين بعض. يعني لو هشغل 4 أجهزة وهميين حالا عشان اعمل شغل ما بينهم، ينفع اشغل كل واحد رماته 1؟ لا ما ينفعش. مفيش. الحقيقة تجيب منين إيه؟ الريال دي مش هيشتغل. مفيش. ده الريال بيعوز له اصلا، بيعوز اصلا من ال الاربعه هيعوزه بتاع جيجا وشويه عشان يقوم مشتغل. تمام، يبقى تلاقي المنطقي انك تعمل 512 512 512 512 انصاص كده يمشي لك الليله. وبناء عليه احنا بنقول في الفيرجوال ماشينز من الحاجات المؤثره فيها الرام. يبقى لما بقى انا شغال في شركه ومحتاج اشتغل بقى فيرجواليزيشن كده وهجيب جهاز عشان اشتغل كاكتر من جهاز، يبقى اهتم بقصه الايه؟ الرامات. الاجهزه اللي هتشتغل جواه في واحد محتاج رامات 2، واحد محتاج 4، واحد محتاج، خلاص خلي الرامات بتاعتك 16، ارفع وعلي والسيرفر بيقبل الاحجام دي مفيش مشكله عنده. تمام كده، احنا في التدريب بتاعنا رامات 4 شغال مفيش مشكله، بيشتغل معايا، بخلي الاجهزه كلها انصاص وبيمشي معايا الشغل مفيش مشكله. لما نيجي نخش او تيجي تدخل على 2012 هتلاقي النص مهيس شويه، 2012 في ايه؟ تمام، هيعوز جهاز وهم حتى على الاقل يكون راماته 1 عشان يبدا ايه؟ ياخد ويدي معاه، فهنحتاج ان احنا نرفع الرامات شويه وهكذا. واضحه كده؟ انا هنا عشان ما عنديش اجهزه كتير تبقى شغاله، لو قلت له 1 مش هتفرق معايا، خليه 1 هياخد 1، هيبقى 3، الجهاز الحقيقي هياخد له 1 وحته، هتلاقي بقى لك 1 وحته فاضيه، فالدنيا تمشي يعني. وانت كده كده في عندك عداد على ويندوز 7 ده بيجيب لك الايه؟ الرامات والبروسيسور، فده ممكن ايه تتعامل معاه يعني. طيب ده بالنسبه للرام. البروسيسور بتاعك هو كام كور؟ انا بتاعي كور اي 3 1 2 3 اهوت 1 2 4 وتاني 1 2 3 4. انت هتشتغل بايه؟ على البروسيسورز اللي تشتغل. طبعا انت فاهم انت قصه البروسيسور كهاردوير، هو ده مش موضوعنا خالص، احنا بن ايه؟ بناخد ضد مع بعض يعني. البروسيسور الجديد بقى بتبقى حته قطعه واحده لكن بتشتغل كاكتر من بروسيسور، اللي من اول الكور كده وانت طالع. تمام، دي فكره الكور. تمام، فالراجل هنا بيقول لي والله الكام بروسيسور تشتغل بيه؟ احنا عندنا بروسيسور واحد بيشتغل كانه 1 او 2 او 4، انت هتعمل ايه؟ ده الجهاز اللاب بتاعك الايه؟ الحقيقي. طب الكورز لكل بروسيسور هتبقى قد ايه؟ فزي ما انت عايز، عايز تعلي شويه مفيش مشكله، عايز براحتك يعني ايه؟ دي حاجات حسب اللاب بتاعك، بس انت ركز فيه ان انت لو هتنقل الماشينه الوهميه من جهاز لجهاز، انا جهازي هنا اي 3 فعملت 2 و2 فخلى لي التوتال 4 الكورز بتاعت البروسيسور. حلو الكلام؟ لما اخده وانقله على جهاز كور تو ديو هيعمل مشكله مثلا، خد بالك. يبقى مهم ان انت قبل ما تشغله على التاني تدخل في الاعداد ده وتعمله بما يتوافق مع الايه؟ مع الجهاز الجديد.
دي بس تكون فاهمها. النقطة اللي بعد كده السي دي اللي تشتغل بيها، احنا متفقين مع ان احنا شغالين ايه؟ ايزو ايمج. اللي بعد كده الفلوبي، طبعا ما عندناش لا فلوبي ولا غيره، ما علينا هيقعد يدور عليه مش هيلاقي ايه؟ مش هيلاقي فلوبي. وان كان انا ممكن واقدر اعمل فلوبي ديسك زي الهارد ديسك، اقدر من هنا كاريت ايه؟ فلوبي. لو انت ايه؟ ايمج ايمج برضو كده وقت لو انت محتاجها، يبقى فايل. اللي بعد كده ودي بقى مهمة جدا جدا جدا، النتورك ادابتر او كارت اللان. احنا عندنا حاليا كام كارت لان؟ واحد. هو واحد نتورك ادابتر. كارت اللان اللي طبعا اقدر اضيف براحتي اهو، من هنا اقدر اقاد اي حاجة انا عايزها، كل حاجة انت عايز تقدر ان تي سي دي تضيف دي سي دي او دي في دي جديده، فلوب جديد، هارد جديد، كارت لان جديد، اي حاجه انت عايز تقدر ايه؟ وكل وهم وكل وهمي وهمي، ولكن مش عايزك تقولها بنبره استهزاء بيها، ده وهمي بيحاكي الايه؟ بيحاكي الواقع تماما، فاهم كده؟ طيب الكارت الواحد فيهم بيبقى له اعدادات كتيره، انت عايز تعمله ايه؟ اول اعداد بيقول لك ممكن اشغله لك بريدجت. طب وبريدجت ده معناه ايه؟ معناه ان هو كونكتد دايركتلي تو ذا فيزيكال نتورك. يعني ايه بريدجت ده؟ معناه ان الجهاز الوهمي اصبح كانه جهاز حقيقي وصل في السويتش، راسه براس اي جهاز ريال في الشبكه، فاهم يا حاج؟ النقطه الثانيه ممكن اشغله نات. نات يعني ايه؟ قال لي يعني هيستخدم الاي بي بتاع الجهاز الريال في التعامل مع اللي موجودين. يعني ايه؟ انت عارف انت من خلاله يعني بتطلع انترنت ازاي؟ من خلاله. انت بتطلع انترنت ازاي؟ تطلع انترنت ازاي؟ مش فاهم. انت بتطلع انترنت ازاي جهازك؟ يعني جهازك ده اهو في البيت. عليه اي بي 192 كويس؟ ماشي. في راوتر وبتطلع انترنت. ماشي تمام. حلو. انت بتكتب ياهو، فبتوصل اشاره منك لمين؟ لياهو سيرفر اللي في امريكا ده. تمام. الاشاره اللي واصله لياهو سيرفر بتبقى واصله له من الاي بي بتاعك. عندك معلومه عن دي؟ لا. حلو الكلام. دي بقى هتدرس قدام، بس انا هستاذنك بس ارد على الراجل دوت، لانه بصراحه اتصل بيا النهارده برضه في المواعيد كده. حلو كده يا باشا؟ ماشي. اللي ده اهي اما هندرسها احنا مع بعض برضو هتفهم ان اللي بيحصل ان هو بيروح للراوتر، والراوتر اصلا بيبقى واصل من هنا باي بي تاني نوع اسمه ريال، لو انت عندك معلومه عنه، بيركن الاي بي بتاعك ويطلعك بالاي بي بتاعه هو. فاللي بيروح لياهو الاي بي بتاع مين؟ بتاع الراوتر مش بتاعك. ماشي. في الحاله دي بنسمي ان الراوتر عمل لك حاجه اسمها نات، نتورك ادرس ترانسليشن، ركن العنوان بتاعك وطلع بعنوانه هو. ماشي. هو ده الكلام. النت هنا بيقول لي انت هتستخدم الاي بي بتاع الجهاز ده، يعني لما اجي اطلع لبره هطلع من خلال الاي بي بتاع مين؟ الجهاز ده. الجهاز ده يبقى كده مفيش جهازين هيطلعوا، لازم جهاز وجهاز، صح كده ولا ايه؟ تاني يعني الجهاز الريال والجهاز الوهمي اصبحوا بيتعاملوا مع الشبكه كده جهاز واحد. تمام كده. حلو كده تمام. لكن في البريدج جهاز مستقل لوحده خالص، مفيش اي مشكله كده. تمام. ودي لها بعض التفصيله بس، بس انا مش عايز ادخلك عشان ما توهكش ليها بعد كده. طب تمام. يعني هم مش هيبقوا جهاز واحد بالظبط. تمام. لكن هما الاثنين بيطلعوا باي بي واحد. تمام. طيب اللي بعد كده قال لي هوست اونلي. ايه هوست اونلي ديت؟ هوست اونلي معناها ان كل الاجهزه الوهميه اللي هتعمل الاعداد بتاعها هوست اونلي هما مع بعض في شبكه واحده. هما مع بعض في شبكة ايه؟ واحد. في شبكة واحدة. طب ملهمش علاقة بالجهاز بالريج. الحقيقي. بالريج. طب يطلعوا للشبكة ازاي؟ تفاصيل تانية بقى. يطلعوا النت ازاي؟ لوحدهم ولا؟ افهم بس انت الاعدادات وبعد كده ازاي هنستخدمها في طلوع الحاجات دي، هنركبها مع بعض. طيب. حلو كده. هوست مين؟ هوست اونلي. هوست اونلي. لا ثانية واحدة ثانية واحدة ثانية واحدة. هوست اونلي برايفت نتورك شيرد وذ ذا هوست. لا ده الهوست عشان الهوست اقول لي في الفيرجوال بي سي بتاع مايكروسوفت مختلف عن دي. طيب دي هوست اقول لي هنا بيكلمك ان الشبكه الداخليه اللي هي الاجهزه الوهميه هيبقوا واصلين مع مين؟ مع الجهاز الريال وبس، ما لهمش علاقه بالايه؟ بالنت، بالشبكه الخارجيه. بص انا عايزك نقطه برضو،
ما تشغلش بالك بقصة النت. بالشبكة يعني. ايوه، اصل ممكن اشتغل في شركة ما فيش نت، بس احنا بندير الشبكة ايوه، اللي ما في الشركة دي. انا قصدي النت اللي هي النتورك يعني، الشبكة يعني. النتورك. اه ماشي، ماشي مختصر عن النتورك يعني. ماشي حلو الكلام، تمام واضحة دي. تمام طيب النقطة اللي بعد كده قال لي كاستم بقى. كاستم هنا والله عامل لك شوية حاجات ظريفة خالص. سويتشات، في سويتش البريدج التاني، وفي سويتش الهوست اونلي تاني، وفي سويتش للنات. المهم ما بينهم وبين بعض دي سويتشات مستقلة. احط ده على سويتش اتنين، هشغل جهاز وهمي تاني، واخلي اعداد كارت اللام بتاعه على سويتش اتنين، اصبح الجهازين الوهميين دول على سويتش واحد. تاني كده تاني. احنا جينا على جهاز وهمي فيرتشوال واحد، وخلينا كارت اللام بتاعه على سويتش اتنين اتنين. بمعنى يعني هاخد الاعداد ده بالمنظر ده وكده اهو. ماشي انا اقول لك اهو تمام. كارت اللام ده اهو، اهو على سويتش كام دلوقتي بين انت ايه اتنين اتنين. حلو الكلام. وهاجي على جهاز تاني اتنين على كارت اللام بتاعه، واخلي الاعداد بتاعه برضو سويتش كام. اتنين معنى الكلام ده كأنهم بالظبط الجهازين دول واصلين على سويتش واحد، كأن انا عندي سويتش منه كابل للجهاز ده وكابل للجهاز ده، تمام. يعني اصبح في شبكة واحدة ولا لا. شبكة جهاز تالت سويتش اتنين وسويتش اتنين واصل برضه معاه، جهاز رابع سويتش اتنين. يبقى بقيت عملت شبكة داخلية ولا لا. اه تمام. طيب جبت تلات اجهزة تانيين وعملتهم على سويتش تلاتة، يبقى دي شبكة تانية. حلو الكلام. ماشي طيب الجهاز ده اهو، انا عايز افهمك بس الليله كلها، دول على سويتش ثلاثة ودول على سويتش كام؟ اتنين. اتنين. الجهاز ده اهو، جهاز ده بي سي اربعة ده اهو، هو عليه كارت لان على سويتش اتنين كده، قمت مركب له كارت لان تاني. حلو اهو، وكارت اللان التاني ده قمت مشغله على سويتش تلاتة، يبقى أصبح كأنه إيه؟ كانت في ال ماشي وصل على الشبكة التانية. تمام. يعني إيه ده؟ يعني كده أصبح عندي في جهاز، أنا ممكن أضيف للجهاز أكتر من سويتش؟ آه براحتك، للجهاز أكتر من كارت لان تقصد، أكتر من صح؟ كارت لان. يعني ماشي الجهاز ده عليه كارت لان أهو، هضيف له كارت لان تاني أوصله على سويتش تاني. تمام حلو تمام الكلام. كل ماشي كارت لان بالسويتش اللي هو عايزه. تمام. يعني أصبح كده كأن أنا أعمل إيه؟ كأن أعمل شبكة وشبكة، وفي جهاز في النص رابطهم ببعض. تمام ونبدا بقى نعمل الشغل بتاعنا بقى والدراسه بتاعتنا والاداره والكلام ده كله. ماشي تمام حلو كده. ده بالنسبه لقصه الايه، كارت اللاب. طبعا الكلام ده كله تفصيله احنا هناخده بالتفصيل، بس انا تمام بوريك بس الدنيا ماشيه ازاي. ماشي ده ايه، ده بالنسبه لكارت اللاب. بقيه الحاجات دي ملهاش اي قيمه عندي كشغل عملي. تمام، انا هقول له كلوز وهقول له فينش. وبالمناسبه هو بيقول لي بعد الفينش يعني هنعمل باور اون للماشين على طول. يعني ايه باور اون؟ هشتغل هقول له ماشي، لو قلت له لا هتنزل لك في الجنب بشغلها براحتك. ماشي هقول له فينش. ده جمع الجهاز ودخل ينزل ايه؟ نزل ويندوز من الاسطوانه اللي احنا ايه؟ شاورنا له عليها، وبيبدأ يشتغل عادي جدا جدا جدا. نزلت ويندوز 7 قبل كده؟ زمان وهتلاقي معظم الاسطوانات بتشتغل لوحدها، والويندوز بيخش في كام مرحلة كده وتلاقيه بدأ يشتغل مع نفسه لغاية ما يخلص خالص، ويقوم عامل ريستارت وفتح لك الويندوز. تنزيل ويندوز 7 و2008 وحتى 2012 وحتى ويندوز 8 الجديد كله كان فاضي، كله زي ما عادش فيه بقى شاشة تكست مود اللي هو شغل الاكس بي القديم ده. انت بص، انا لسه انا عملت حاجه ولا اي حاجه، وبس كل اللي بيعمله في ويندوز 7 الزياده انه في اخر مرحله بيجبرك انك تعمل يوزر جديد جديد بس، عشان يوزر بالباسورد بتاعه كونفيرم الباسورد وخلاص.
انما في الوضع ولا اي حاجه. المراحل ده بياخد دي كام في المية خلصها، خش بعد كده كام في المية خلصها، كام في المية خلصها، كام في المية خلصها، كام في المية خلصها، وفي الآخر يجبرك إنك تكريت إيه؟ يوزر تكريت يوزر. هياخده في المرحلة بتاعة نص ساعة.